السلام عليكم الغزي ولاد ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى من كل قلبي انكم تكونوا في حال ولا اروع يا ربي، وتكونوا فرحانين ومتحمسين. المهم شنو بغيت نقول لكم، جيت معكم في فيديو جديده. اسمحوا لي على صداع الماكينه، راه ميمتو كنصور وميمتو كنتكلم بالمسائل ديال الدار، راكم عارفين اللي كاين، الشغل ما كيساليوش. جيت معكم بواحد الحاجه اللي زوينه بزاف، كنتمنى انها تنال يعني الذوق ديالكم، ولو ان ماشي الاذواق كلهم فحال فحال، مي كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتحمسوا لها و سورتو تقبلوا عليا. واللي بغيت نشكركم عليه عاوتاني، شكرا 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 على التفاعل ديالكم في الفيديو ديال البارح. عجبت لكم الجلسه معايا، عجبت لكم الهضره معايا، وهذا وهادشي كيفرحني. وحتى انا لقيت راحتي كيف قلت لكم، بحال اللي كنت كنهضر مع شي صحاباتي ولا مع الحبابي، ولا يعني فريمون لقيت راحتي وكنت كنهضر. وعندنا معلومات مختلفه وكل وحده كتفيد الاخرى بالمعلومات اللي عندها. وبيان سور بزاف ديال البنات صحوا لي تما بلي راه في 11 ماي ما عندناش دغوان ديباسي 100 كيلومتر. وي انا نسيت ما قلتها لكمش، في 11 ماي وي مي لي فاكونس هما اللي على من هضرت انا. الهضره ديال ماكرون قال بلي غادي يكونوا في اونتر اوروبيان. بيان سور كيقولوا ديك الهضره نتاع يا ريان دو سيغ اونكور، بيان سور ما عارفين شنو غيوقع من هنا لغدا، كوم دابيتود حنا كنقولوا ان شاء الله، هما كيقولوا يا ريان دو سيغ فوالا بحال هكا. الوغ على لي فاكونس سكولير لي فاكونس ديتي، فهمتوا على من هضرت لكم انهم يكونوا اونتر اوروبيان. هادشي هو اللي قالها ماشي انا وماشي ل 11 ماي، يمكن نكون غلط في الاخر ديال الهضره، مي في الاول في الفيديو ديال البارح راه جي بيان انسيستي على لي فاكونس ديال ليتي. فوالا غزي ولاد ديالي، ولي فاكونس ديال ليتي واقيلا كيكونوا ابارتيغ دو شهر 7، الله اعلم شهر 7 هكا كيبداو لي فاكونس ديال ليتي. جيت لكم اليوم بواحد الفيديو بغيت نفرحكم، ما كرهتش نفرحكم كاملين، ولكن راه كاملين عندكم ان شانس انكم تربحوا. فريمون جبت لكم واحد الجيف واي اللي زوين بزاف، القدر ديالو اكثر من 100 اورو، يعني اكثر من 100 اورو محطوطه هنايا. واش يعني جي ايزيتي واش نربح وحده ولا جوج ولا نقسم، واش نزيد اكثر باش ندير ثلاثه مثلا. قلت دابا غادي نربح كل هاد السنيدقه من وحده، ولكن راه كل وحده فيكم كتشوف فيا دابا تابوني عندي في القناه وديري لايك لا فيديو ودوزي الانستغرام ديالي. نيزيتي با دوزو الانستغرام ديالي وديروا لي سويفي في الانستغرام، وغادي نحط لكم لا فوتو ديال هذا الجيف واي هذا، وديروا عليه لايك وكومونتير وتكوني ابوني في الانستغرام، يعني هذه ضروريه. ثاني حاجه، والله ما كرهت ان شي بنت فيكم انها توصل بسنيدقه فيها كل شيء قبل العيد، يعني كنتمنى لا بوست وكل شيء يرجع. دابا كيف كتعرفوا غدا غادي يكون كل شيء نورمال بريسك، واخا يعني يكونوا احتياطات، مي غيكون الحياه نورمال. اون فيت كاين لا بوست، كاين هادي، كاين هادي، كاينين شي حوايج اللي ما كاينينش، مي لا بوست كنظن من الاولويات. فوالا يعني ان شاء الله ولا طيب الحال غادي ندير القرعه، وديك الساعه ان فوا تربح معايا البنت اللي غتربح ولا الدري اللي غيربح، ما عرفتش شكون اللي غيربح، غادي نصيفطو لها. وكنتمنى من كل قلبي توصل بهم قبل العيد، يعني باش تفرح. فوالا و كنوعدكم البنات بلي كل وحده فيكم عندها فرصه كبيره انها تربح، حتى وحده فيكم ما تقول لا بلا ما نشارك في المسابقه راه يمكن ماشي انا اللي غادي نربح، انت ما عارفاش راه ماشي انت اللي كتختاري ولا انا، راه القرعه هي اللي كتختار. الوغ ما عارفاش على من غادي تطيح، هي هو خاص تكون عندك ديك يكون دايره لي ابوني في انستغرام وهداك الشيء وديك اللايك وديك كومونتير، يعني ضروري حيت القرعه كنديرها على تما. فوالا ما علينا البنات، غادي نبدا معاكم نوريكم شنو وجدت. على قد الحال هو درت الكونتيتي نتاع 100 اورو فايته شويه، مي المهم نتوما تقبلوا عليا، اختاريت لي مارك اللي كنستعمل، لي مارك اللي كيعجبوني، حاجات اللي كيعجبوني اللي كندير على وجهي، بغيتكم حتى نتوما ديروه. فوالا وان شاء الله كنوعدكم عما قريب عما قريب غادي ندير لكم جيف واي اخر على داك الشيء. غادي نربح دابا وحده، وان شاء الله من تعطلش بزاف غنربح وحده. نقول لكم اللي باقي ما مابونياش معايا تابونا معايا البنات، ما بقى لنا والو 200 الف ابوني، الوغ راه حنا دابا تقريبا في 180 الف، وشكرا بزاف بزاف ليكم على الثقه ديالكم وكل شيء. وان شاء الله نوصلوا في هاد السيمانه، علاش لا، ولا في هاد الشهر ان شاء الله نوصلوا ل 200 الف، وحتى انا غادي نفرح. فوالا غنبدا معكم كريتينا. المهم عامره اول حاجه اللي كنهبل عليها شنو هي، اتو ميمي
اول حاجه كنهبل عليها نو 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 اطا اول حيت تما هو اللي صايب معايا الكريتين البارح. المهم اول حاجه كنهبل عليها هي ايفيدونس. الو اختاريت واحد الكوفخي, صبروا نحلو لكم. اختاريت واحد الكوفخي ديال ايفيدونس, في البارفا ديال ايفيدونس. المهم الحبيبات ديالي مشيت وقفت الماكينه, درتها بوز باسكو كانت بدات كتعصر واقيلا ولا ما نعرفت. المهم البارفا ديال ايفيدونس مع جيل دوش ديالها او لا كريم ديالها فريمون احسن بارفا عندي انا في حياتي هذه, ولو عندي لي مارك ديال الدنيا والدين. هذا الكوفخي زوين بزاف وكنهبل عليه, سورتو الا درتوها هي بيان سو او دو بارفان معها كريم ديالها وهذا. يعني راني فرحانه ان نربح شي بنت هاد الكوفخي ديجا مع هادشي كله, باسكو غادي تفرح به بزاف وانا متاكده غادي تعجبها هاد الريحه حيت سي ما بريفيري. وحتى واحد ما شمها وما عجبهاتوش, يمكن كتلبي الذوق ديال الجميع ما عرفتش انا. هاد البارفان هادي سي عالم, خفيفه وزوينه وكتبقى في الحوايج وكلشي. المهم هذا اول حاجه في الجيفواي اللي غادي تربح به البنت اللي غتربح. ثاني حاجه اختاريت بلوزور ماسك هنايا. الماسك ديال الفم هذا كيعجبني بزاف, كنستعملو بزاف, كيرطب لك الشفايف سورتو الا درتي واحد القماش قبل ودرتيه هو كيجي زوين بزاف. المهم كنتمنى ان يعجبك البنت اللي غتربح به. واختاريت لك ماسك للرجيلات ديالك, ترطبي الرجيلات ديالك من بعد ما ديري لهم واحد سبا زوين, ديري هذا باش ترطبيهم. واختاريت ماسك اخر ديال الوجه. المهم كاين هذا بلوزور ماسك وكاين هذا, هادو كاملين جربتهم وكاملين زوينين البنات. نالي كتعكزي ديري شي حاجه ناتورال كديري هادو فنين. وكاين هذا اللي ديال الذهب جولد ماسك زوين بزاف بزاف. فوالا هادو لي ماسك ديال الوجه. دابا ندوزو لواحد الحاجه اللي اختاريتها هاج مي فور ايفر. عجبتني بزاف هاد الكاس هذا مع هاد الشكلاط هذا. فوالا البنات المهم اللي غادي تربح به فوق ما تشرب القهوه تفكرني, اولا الشوكولا شو ولا اللي شربت فيه تفكرني. فوالا ودابا ندوزو المعقول كي كنقولو. بيان سور اشاك فوا كندير ماسكارا, يعني في الايامات العاديه اشاك فوا كندير الماسكارا كلشي البنات في لي كومونتير كيقولوا لي حنان عافاك الماسكارا ديالك شكون هي. انا كنستعمل الماسكارا ديال كلاغانس ديك الدوغيه, كتعجبني بزاف 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 وشاركتها معكم مليون في المية مليون مره. كتعجبني فيها ان سوا كيرطب لك شفارك كيتهلا لك فيهم كيطولهم, كتعجبني يعني سي تان سوا او ميم طون مي كتقضى لي في ساعه. يعني فريمون انا كندير ماسكارا مره واحده في النهار, ما كندوبليهاش اولا كنمشي ونرجع عندي ماكيي وعاوتاني نديرها وهذا الصوت. المهم ما يعني ما كندوبليهاش يعني بلوزور فوا بار جور, نو كنديرها يعني كل نهار مني كنخرج مني ما كنخرج انا ما كنديرهاش صافي. كتسالى لي في ساع على ما يجي يكمل الشهر البنات فريمون ثقوا بيا كتسالى لي. شنو قلت؟ قلت يمكن الشفار ديالي كياخذوا بزاف ديال البرودوي ولا ما فهمت حتى لعبه. مي مني جربت موسيو بيغ ديال لونكوم لا مارك لونكوم, حتى هو نفس الكاليتي ديال ديك الماسكارا الا هو ما فيه السوان. و لا مارك لونكوم هي لا مارك دو لوكس وزوينه بزاف. واللي عجبني هو الكوفري فيه دي ماكيو ديال لونكوم وفيه القلم الاسود اللي كيطبع مزيان واللي شاركته ديجا معاكم ديال لونكوم, وفيه الماسكارا هذه اللي واعره ديال لونكوم واللي كنت مؤخرا هي اللي كندير. وكتسولوني دابا وساعة شنو دايره في شفارك كنقول لكم موسيو بيك ديال لونكوم هي هذه. وعجبني انني نديرها للبنت اللي تربح الماسكارا اللي كتعجب هذه ما عندي. فوالا واخا يكونوا شفارك صغار ولا كيطولهم بزاف كيعطيهم كثافه زوين بزاف. فوالا بالنسبه لهذا ديال لونكوم. وحاجه ثانيه كتسولوني عليها فوق ما كنديرها البنات غادي يعرفوا, هو واحد الغوج عليف ديال ماك في الغوز اللي سميتو ميهير الرقم ديالو 608 608 واقيلا ياكم. المهم هو هذا كتسولوني عليه بزاف, الو خديتو حتى هو, خديت لكم نفس الغوج عليف ديال لا مارك ماك حتى هو. غادي نربحو البنت اللي غادي تربح بيهم راه غادي تلقى كاع هادشي, يعني تلقى واحد الحاجه اللي غادي تهلا فيها من راس حتى اليدين. المهم خديت لها البنت اللي غادي تربح بيان سو خديت لها ثلاثه ديال الكريم ديال بيوديرما. هاد لا مارك ديال الكريم هي اللي كنستعمل ليديا وضفاري, زوينه بزاف البنات فيها ثلاثه فوالا, يعني يبقاو لها خار حتى انا كناخذهم دائما هاد ثلاثه كيبقاو لي بزاف 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 فوالا. ولا مارك بيوديرما ماركه زوينه بزاف لي برودوي ديال الجسم ولا ديال اليدين واي حاجه.
وثاني حاجه البيبي كريم كتسولوني عليه بزاف بيان سو انا كناخذ هذاك نتاع ميسيل نو كسميتها لا مارك والله الا نسيت. المهم هو نيت اللي كندير دابا وساعه مني كنكون هكا خارجه هنايا. وخديت لكم البيبي كريم ديال لا روش بوزي. كتعرفوا لا مارك لا روش بوزي عندها لي برودوي واعرين في ديكشي نتاع لي سوا واي حاجه، وحتى هي من لي مارك اللي معروفين بزاف، ماركه فرنسيه واعره. المهم هانتوما خديت لكم بيبي كريم اللي كيمشي على جميع لي طا، يعني واخا تكوني بيضاء اولا تكوني سمراء هذا كيمشي على حسب لوطا ديالك. وفيه 20% ديال الاس بي اف غادي تحتاجيها دابا في الصيف. وهذا بيبي كريم ايدغاتون كيهيدغاتي لك، سي تان سوا ايدغاتون اونيفيون اونيفيون بو سونسيبل. الو حتى بالبشره الحساسه تقدر ديرها، حيت سبيسياليتي ديال البشره الحساسه، واللي بشره ديالها عاديه ولا البشره ديالها مختلطه تقدر ديرو بدون مشكل. يعني اصلا فيه بزاف ديال الحاجات اللي يحافظوا لك على وجهك حيت مديور للبشره الحساسه. المهم اخر حاجه وي هي هاد لا كريم هادي. الا كتعقلوا كناخذوها من اكسيون، وكانت ما بقاتش ولاو كيجيبوها ان كريم، مي انا كنت محتاجه الجيل ديالها. علاش البنات هاد الجيل ديال هاد لا كريم هادي اللي في البلاد كيغليوها بزاف، كيشريوها من هنا وكيغليوها بزاف. هاد لا كريم سي تا ماجي، حاجه وحده. علاش درتها في هاد لو بوكس مع انني انا دائما عندي وحده في الدار؟ علاش درتها في هاد لو بوكس البنات؟ حيت هادي من نوع ديال لي كريم الا ناض لك شي حب في وجهك ديري عليها غير نقيطه وسيري نعسي، غدا غادي تكرمل، غادي يكرملها كاع ديك الحب وما يخليلهاش حتى لا تراس. هادشي على الزوين هاد البرودوي، وحطيته في هاد البوكس هذا حيت ظنيت بلي انه مهم. شاركوا في المسابقه، نيزيتي با انكم تمشيو للانستغرام ديالي باسكو تما فين غادي ندير لا فوتو، وتما فين غادي يعني على الانستغرام تما فين غادي ندير لا فوتو، تما فين خاصكم تلايكيو وتكونوا مابونيين. تاكدوا انكم تكونوا درتوا لي ابوني في الانستغرام و تلايكيو لا فوتو اللي فيها هاد الجيفواي، و ديروا كومونتير كيما داير. ما بغيتيش تكتبي ديري غير نقطه، المهم خاص ديك لي كومونتير هما اللي غنستعمل. و نيزيتي با تدعموني حتى في القناه ديالي وتابونيو الى عجبت لكم القناه وعجب لكم الفيديو. هذه من ناحيه. المهم غادي نشوفكم توتالوغ ان شاء الله في الانستغرام، غادي نصور لكم هادشي باش ملي نحط الفيديو تلقاو نتوما في الانستغرام كلشي وتدخلوا ديريكتومون. المهم الانستغرام ديالي هو حنان شانيل، فيه نفس التصويره ديال القناه، وعندي فيه واقيلا 21000 ابوني. الله كنتمنى ترجع 30000 ابوني هاد الليله. المهم اللي بغات تشترك معايا مرحبا بيك. ما حتى وحده فيكم ما تقول بلي ما غاديش تربح، لا انت اللي كتشوفيني دابا بوتيت انت اللي غادي تكوني غادي تربحي. الوغ اشتركوا ما عندك ما تخسري، وان شاء الله غير يفوت هذا الجيفواي هذا غندير لكم جيفواي اخر، وان شاء الله سواء نتوما تختاروا شنو بغيتوا، واش ويلا كيعجبكم الذوق ديالي ديال اللبس نختار لكم اللبس، يعني شي جوج لبسات من الراس حتى الرجلين، ولا لبسه وحده ونشوف على حساب واش ربح بنت ولا جوج. اش نقول لكم بغيتوا الجيفواي ديال الفلوس قولوها. المهم اي حاجه. المهم انا من ناحيتي انا كيعجبني نتفنن، اولا مني نشري الحاجه نشريها بالقلب على داك البنت، حيت بني تشدي دابا انت اللي غادي تربحي معايا وتشدي هذا الجيفواي هذا تقولي حنان اختارت لي هذا بقلبها، حيت كتبغيه. حنان اختارت لي هذا بقلبها باسكو جلست مع بيسي وبدات كتكوموندي، حيت هذا البرودوي كديرو فكرت بلي شكرناها لها. يعني هذه الحاجه سما بريسي اكثر من انني نجبد مثلا 100 اورو هذه نجبدها فلوس ونحطها في الجيفواي واللي غادي تربح معايا صيفط لها 100 اورو. مي ما فيهاش ديك اللذه نتاع المفاجاه انك انت ملي تحلي البوكس. ما عرفتش واش انا بوحدي اللي كنفكر هكا، كيعجبني نحلي كادو، كيعجبني نحلي بوكس، كيعجبني نحل شي حاجه نكتشفها. مي ما عرفتش واش البنات كلهم بحال ولا كيختلفوا من وحده لوحده. وبيان سو كاينين البنات اللي محتاجين يعني اللي خاصها هي الفلوس اكثر من هادشي. المهم الراي ليكم بالنسبه للجيفواي الجاي ان شاء الله. مي هاد الجيفواي نيزيتي با انكم تشتركوا فيه حيت زوين بزاف فريمون، خدمته بقلب وفيه تشجيعات، يعني الا شاركتوا فيه غادي تشجعوني على ودي الاخرين. فوالا او دابا ساليت. المهم شروط المسابقه غادي نخليهم لكم في صندوق الوصف كومنت. فكرت مع عجبت لكم الجلسه معايا البارح، وكاين شي بنات اللي قالوا لي حنان عاودي لنا هذه الجلسه وهضري لنا على الموضوع ديال كيفاش جبتي كيفاش جيتي هنا لفرنسا، وكاين واحد البنت اللي سولتني كيفاش جبت ماما هنا لفرنسا، وكاين البنات اللي قالوا لي بلي حنان شعرك طوال قولي لنا شنو درتي له. المهم بالنسبه للشعر ديالي البنات عقلتو يعني يلاه كيف شاركتو معكم ماشي بزاف، الشعر كان كيوصل لي يمكن هنا بوتيت هنايا. المهم هاد الزياده كلها راه زادها وما كانش فيه الحيويه يعني. المهم ما عرفتش كتشوفوه دابا يعني بحال لي
يعني طوال، وفي نفس الوقت فيه بحال اللي فيه بزاف ديال الشعر، سورتو ما تلاشي بان خاوي من هنا. واخا كيتزيت ليه حيت داكشي اللي كندير له كيزيت الشعر، مي ما كيبانش خاوي وحتى في الفريقات ديالي. مي دابا تبارك الله لا كاين شعري مزيان وعالجته شويه بدون ما نقطعو، راني كنعالج فيه. بالنسبه لي انتريسي وبغات تعرف راه انا ما درتلو شي حاجه اللي واو وما تقدريش ديريها انت في دارك. الوغ انا وشاركتكم في الاول، ما كنكذب عليكم، ما كننافقكم ما والو، شاركتكم كل شيء في الاول. الو انا داومت داكشي اللي غنقول لكم، داومي واخا دابا هذه سيمانه. المهم ملي دخل رمضان ما درتو، ولكن داومي. اول حاجه شنو هي؟ هي حليب الكوكو. حليب الكوكو البنات شاركته معكم، خاصو يكون يعني فيه بزاف ديال البورسونتاج نتاع الحليب الكوكو. انا هذا اللي عندي فيه 86%، خديته من كارفور من هاد لا مارك هادي غراس. المهم بغيتي ديري هادي بغيتي ديري شي ماركه اخرى، المهم تاكدي انه يكون فيه اكثر من 80% ديال الحليب الكوكو. فوالا هذا. الا ما عندكش هذا، عندك نواد كوكو هكاك، حكيه وعصريه، خرجي منه الحليب ديالو. مي قبل ما تستعمليه دخليه للثلاجه، باسكو الحليب كيكون ليكيد، مي ملي كتدخليه للثلاجه كيكون كريمه، كيكون داير بحال كريم فريش. فوالا كيكون بحال هكاك، ودخليه للثلاجه قبل ما تستعمليه. او الالوي فيغا البنات، الالوي فيغا وهذا الحليب الكوكو من احسن منتوجات اللي استعملت. صاحبتي هي اللي نصحتني بهم، صاحبتي اللي كاينه في الهند. اصبروا صاحبتي. المهم البنات اي صاحبتي وكسميتو، المهم هادو عطاتهم لي صاحبتي اللي هنديه وهي كتستعملهم دابا وساعه وشعرها تبارك الله واعر واعر واعر. شنو قالت لي كيديروا؟ قالت لي الالوي فيغا هذا كيطول الشعر وكيعطيه لمعه. حليب الكوكو هادشي اللي قالت لي، وي كيطول الشعر وكيعطيه لمعه قالت لي، وكيطولو دغيا. والالوي فيغا قالت لي كترطبو كترطبو كتعالج لك واقيلا جلده الشعر شي حاجه بحال هكا. المهم ما بقيتش عاقله فديك الساعه، راه شرحت لكم كلشي حيت كان داكشي طري. المهم فوالا هاد جوج كتاخدي معلقه كبيره ديال الالوي فيغا، كتاخدي جوج معالق كبار ديال هاد حليب الكوكو او لاكثر، وكتخلطيهم وكتخدميهم على شعرك. مي هذا خاصو يكون في الثلاجه باش تسهل عليك الحشوه تكون بحال لاكريم. فوالا هادو الاولين اللي درتهم، كنت كنديرو دو فوا بار سيمين، كل مره بغيت ندوش كنديرو كل مره. يعني مني بديتو اول مره شاركتو معكم، كنت في واحد اللايف في انستغرام، من ديك اللايف وانا كنديرو جوج مرات في السيمانه البنات. كيرد لك الشعر يهبل بلا بروشينغ بلا والو، كتعرفوني ما عنديش مع داكشي نتاع البروشينغ وهذا دابا ساعه، يعني فريمون بلا والو كيردوا لك هكا كيشعل. صافي هادو هما اللي استعملت كيف قلت لكم. يلا مني دخل رمضان عاد وقفت. ثاني حاجه اللي استعملت اللي شفتوها درتهم او ميم طون وخدمتو او ميم طون، هاد الشامبو. ماشي ضروري لا مارك البنات، لا ماشي ضروري لا مارك، ولكن خاص يكون شي شامبو بلوتو ناتورال شويه، اولا ديجا فيه الترطيب، فيه مكونات اللي كيرطبوا وكيعالجوا الشعر. انا عندي هذا ديال بوتي مارسيي، شكراتو لي واحد البنت على داكشي زعمت عليه، واحد الابوني ديالي قالت لي زوين على داكشي زعمت ندير فيها هذا الخليط. كيمشي للشعر لي سيك كاسون، باسكو انا لتحت لي بوينت ديالي مني كان شعري صفر كانوا ماتوا وكيتقطعوا وكيطيحوا لك تفرتيف على الحويجات، يعني كيتفرتت راكم عارفين. صافي وخديت هذا، قالوا لك فيه ميال دو اوت بروفون دو اوت بروفونس اند كاريتي، زبده الكاريتي راكم عارفه زبده الشايه في الترطيب خطيره. الوغ سي بور سا اختاريت هذا الشامبو هذا اللي مسمي شامبو ان كريم. شنو درت فيه داخل؟ علاش راه ماغو بحال هكا؟ كنت شاركت فيكم شنو كنت شاركت معكم شنو درت فيه داخل. درت فيه 30 حبه ديال القرنفل راهم فيه مرقدين داخل. شنو درت؟ حليت الشامبو ديالي بحال هكا، خويته في واحد لوبول، ريحته كلها قرفه وديك العشوب اللي درت فيها، خويته كامل في واحد القريعه في واحد البول، شديت 30 حبه ديال القرنفل حيت ما عنديش مطحون تو سامبلومون، حطيتها فيها داخل، وحطيت معاه معلقه ديال الازير مطحون، الازير لو غوماغا يكون مطحون يعني بودغ، حطيت فيه معلقه صغيره ديالو، وكتحتاجي ملعقه صغيره ديال اوراق السدر. السدر اللي شرحت لي صاحبتي قالت لي بلي اوراق السدر هو اوراق سيدنا موسى، وانا ما عرفتهمش كانوا عندي. المهم معلقه صغيره من ديك اوراق السدر الا كانوا عندك، ما كانش عندك راه الازير كيدير نفس الخدمه ديال اوراق السدر.
ومعلقه صغيره ديال القرفه ومعلقه صغيره ديال الزنجبيل محكوك الا كان طري عاد احسن. ما كانش عندك ديري ديك البودر الزنجبيل مدقوق او الزنجبيل الحر يعني العود تحكيه وتحطيه. شنو درت فيه اخر؟ المهم القرنفل الازير القرفه معلقه صغيره ديال القرفه حتى هي كتخدم الدوره الدمويه بزاف. المهم كلشي اللي كيسخن الدوره الدمويه ومعلقه صغيره عاوتاني سكينجبير وكيف قلت لكم 30 حبه ديال القرنفل على ود هذا الحجم هذا ديال 250 ام ال الا كان الحجم ديال لتر ولا نص لتر دوبلي لا كونتيتي. فوالا هذه القرنفل الازير القرفه اوراق السدر اي سكينجبير. فوالا هادشي اللي درت فيها البنات وكتخليه 5 ايام وكتخلطي مزيان في ديك لوبول الاول كتخلطي مزيان الشامبو ديالك مع هاد المقادير هادو القرفه وديكشي كيتخلط كلشي كيرجع اللون ديالو ماغو. من بعد كتشدي هذيك اللعيبه اللي كتدخليها هنا باش تخوي فيها كتخوي الشامبو ديالك في القرعه كتكون عندك القرعه ديالك معمره بالبرودوي كتحطيها في واحد لوكوا ديالك في الدوش كتخليها 5 ايام ما كتحاديهاش حتى كتفوت 5 ايام عاد كتبدا الاستعمال ديالو. ما كيخرجلكش القرنفل حيت تو سامبلومون لو بوشون كيكون صغير. الا عندك القرنفل المطحون احسن حاجه مي راه ما كيخرجلكش القرنفل كيترقد وصافي. من بعد ديك ها هو كي كيكون بحال شي غوماج شفتو كي كيكون بحال الا غوماج فيه شي حبيبات صغار كيرغوي نفس الشيء. سام غامي المهم مشوار ستوبلي مون شيري جو في اولفي سا ستوبلي صافي. قلت لكم يعني كتغسلي به كيتغسل عادي الي لا وي 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 لا لا اكوتي تا تيت اكوتي تا تيت وي فوالا. قلت لكم يعني كي خدلي الغلو كامل. المهم كي مشط لكم شعركم عادي جدا. اللي لاحظ هو انه كيزيد لي شويه الشعر مي جو مون فو كيزيدو لي دغيا يعني من لي غاسين ديالي دغيا كيتزيتو مي جو مون فو البنات باسكو فريمون المفعول ديالو ديكشي اللي ضل شعري احسن من انه شعري يكون دائما ناشف. عندي شامبو سيك نعملو تشتي سي بون. المهم هو شعري يكون معالج ولي بوينت ديالي ما يبقاوش بحال اللي كانوا يعني نقصوا راه واخا يبانوا لكم دابا هكا ما عرفتش. بغيت نجيب لكم هنايا يبان لكم راه نقصوا لي بوينت ديالي وما بقاش كيطيح لي الشعر وبزاف د الحاجه كيسكيو. المهم كيف شفتوا معايا البنات يعني عالج لي شعري بزاف 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 بالمقارنه انني مني كان يعني مني كان قبل و فريمون تعالج بزاف يعني لقيت فرق كبير لا في لي بوينت لا في كل شيء. هاد الشامبو هذا راني عطيت لكم لي زانغريديون نيزيتي با انكم ديروه حيت غيفيدكم بزاف. كاع المكونات اللي فيه كتخدم الدوره الدمويه نتاع الشعر وكيطولك شعرك في الساعه وكيكتف سورتو كيخلف كتكون عندك الخلفه. عرفتي شحال هادي ما شفت انا هاد الخليفات صغارين ما عرفتش كي كيسميوهم شحال هادي ما شفتهمش هادو مي فريمون كيطلع لك الشعر ومن هنا كتحسي براسك ملي كتدخلي يدك هكا بحال شي دي حاجه بوينتو هكا كيشكوك باسكو شعر كيطلع يعني فريمون كيكتف لك الشعر بزاف. نيزيتي با انكم ديروه بشامبو ننصحكم مليون في المية ديروه في غارنيي اولترا دو ديال لافوكا والكاريتي او بور دو كاريتي احسن حاجه باسكو فيها 98% دي زانغريديون ناتوريل او لا 100% دي زانغريديون ناتوريل كنضل 100% 100% دي زانغريديون ناتوريل فن ديك الشامبو. نيزيتي با انكم ديروه فيه سينو هذا حتى هو الي با مال وما عرفتش واش هو اللي كيزيد لي شعري ولا الاخرين. نوغي ادوسي اي ريبار جوسكو بوينت. المهم حتى هو راه زعما فريمون في العلاج راه زوين بالنسبه لي برودوي ناتوريل ما مكتوباش فيه في شي برودوي ناتوريل سي بور سا كنصحكم بغارني حيت لي برودوي ديالو ناتوريل. فوالا البنات هادو هما لي بريباريت انا في الدار واللي عندهم دور كبير 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 في الشعر ديالي في الطول ديالو في الكتاف ديالو في انه ما بقاش كيطيح لي وفي علاج ديال لي بوينت ديالي فوالا. وشنو اخر الحاجات اللي باقي باديه فيهم وباقي ما كملتهمش لا هذا راني علي نكملو ها نتوما ما بقاش فيه شي حاجه بقى شويه لتحت. هذا لو بوتوكس نتاع ارغان اللي 100% ناتوريل نتاع ساره البنت اللي كنشاركها معكم دابا وساعه. المهم حتى نتاكد منها واش دابا تقدر تصيفط الطلبيه ولا لا باش نحط لكم التليفون ديالها حتى نشوف معاها واش عندها طلبيه ولا ما عندهاش ولا حيت مع الكونفينمون راكم عارفين. الو كناخذ منها هذا اللي كيدير 35 اورو فيه كيلو كيبقى لك ما نعرف شحال مي كيرد لك الشعر هكا سورتو هذا الا كنتي كتكوافي دائما وشعرك ديري له هذا البوتوكس هذا
ولا غد ليه تمشطيه وتسي شي الشعر ديالك كيكون عندك واحد اللمعه وتضربهم في العينين، يعني كتضرب في العينين ديك اللمعه ديالو فن، وكيغيباري لك الشعر وكيطولوا لك وكيكتفوا لك حتى هو كيعطيك لمعه وكيطولوا فريمون فريمون زوين. هذا البوتوكس استعملته بزاف بزاف بزاف، حتى بديت كنستعمل هذا الشامبو ما بديتش نعمل ابري شامبو، قليل فوق كندير شي ابري شامبو ولا مني ساليت ديك كيغاستاس اللي كان عندي ديال تطويل الشعر ما ملاحظتش فيه شي فرق صراحه. كيغاستاس نتاع تطويل الشعر ما لا الشامبو الماسك كلشي استعملتهم ما كانش عندي شي ريزولطا فيهم، مع انهم ريحه ديالهم زوينين وصافي، يعني كتبقى لا مارك كتشري لا مارك سيتو مي هذا وي زوين بزاف. المهم داك الساعه نشارك معكم اكثر من هذا الشيء. ثاني حاجه شريتها هو هذا ديال كيغاستاس البنات، من نفس لاغام اللي كانت عندي ديال البرودويات اللي استعملت لشعري. هذا شنو هو؟ هذا شريته باش منين نكون كنعال شعري ما يعصبنيش ونمشي نقطعو. علاش؟ باسكو كان عندي لي بوينت محروقين، وهذا خصيص نتاع لي بوينت تاع الشعر اللي محروقين. كديري واحد مثلا كتوركي بحال هكا ياكو وكتدوزيه على يدك وكتخدمي به لي بوينت ديال شعرك، هي لي بوينت هنايا وما كيبقاوش يبانوا محروقين بحال ما فهمتش غنقول لكم، يعني ما كيبانش عندك لي بوينت كنقولوا فوالا. يعني دابا انا ما عنديش بزاف مي هذا كيعاونك عاد اكثر باش ما يبانولكش، يعني حتى الا كنتي باغا تكوفي شعرك وما يبانش عندك لي بوينت هكا هنايا فهاد الجهه، شفتوا كي محروقين هنا هاد الجهه هاد الاخريه هادي شفتوا كيكونوا دايرين فشي شكل. ايوا هادو مثلا كديري لهم مزيان هاد السيرو وفي الاخر كيكونوا مسرحين عادي بحالهم بحال خوتهم، فهمتوا؟ يعني هاد السيرو صراحه عجبني فريمون بوغ لانستو جيم بيان، مي الثمن ديالو غالي بزاف. كيغاست هذا واقيلا شي 40 اورو ولا 50 والله ما بقيت عاقله، ولا 35 ولا وما فيهش بزاف، راه فيه شويه هنا في واحد اليوتيوب من داخل راه ما فيهش هاد لا كونتيتي كامله. فوالا البنات المهم زويون. هذا اللي استعمل دابا مؤخرا وهو راه حنا في الكونفينمون لو ما كنوتيليزيهش بزاف، دي فوا في الدار كنديرو باش نشوف، فهمتوا؟ كندوز حداه. ثاني حاجه اللي شريتها قبل رمضان واستعملتها غير واحد يومين ولا 3 ايام و دخل رمضان وما كنشربوش، هما دي بيلول كتشربيهم، فيهم جوج نوع، فيهم واحد ديال الكيراتين والاخر ديال تطويل الشعر اللي كيصايب لك الشعر وكيطولو لك. باقي عامرين غادي تلقاوهم، ولكن كوميم راني جربت منهم. هذا البيض كتاخدي منه وحده، وهذا اللي خضر كتاخدي منه جوج، وهادشي في النهار ثلاثه في النهار. المهم كيف كتشوفوا ان تريتمون تاع 28 يوم، وكنظن هادو ما يكفيوش وقيلا يكفيو 28 يوم. المهم البيضين هما ديال الكيغاتين كيرطبوا لك شعرك كيكون مسرح، والخضرين كيف قلت لكم تاع تطويل الشعر. ها هي الباكيه ديالها، انتما ملي تدخلوا لوسيت بيرش بوكس اللي راه انتريسي، ولا كيخليوني نجربوه الاول ونعطيكم الاخبار بلا ما تشريوه دابا وتضيعوا فيه، خليوني نجربو انا الاول حتى نكمل التريتمون ديالو حتى يفوت رمضان ان شاء الله ونرد عليكم الاخبار. المهم فيها اول حاجه هذوك البويض هو ابسولو دو كيراتين، والثاني داك الخضر هو كومبلكس دو بوس يعني كيبوسي لك الشعر. فوالا البنات خليوني نجربو باش ما تعطوش فيه فليزاتكم هي هكا، وداك الساعه نقول لكم. المهم انا درت تو اللي عليا باش نقدر نطول شعري، وصراحه النتيجه ديالو عجبني بزاف، ولكن غراس لهذا هادو استعملتهم بزاف حيت شنقول لكم استعملت بزاف قبل وما كانش عطاني شي فرق، مي مني استعملت هادو في مده قصيره جدا البنات عطاني فرق كبير وواضح وشفتوه كنظن. الوغ سي بور سا سولتني البنت يعني حيت لاحظت الفرق. فوالا البنات هذا ما كان، وانا فرحانه حيت عالجت شعري بيدي وتهليت فيه، وهذا واخا ما راهش بارفي مي ديجا سا كي كنقولوا. وان شاء الله مع انفو نكمل التريتمون ويكون مزيان ونبدلو التسريحه وهذا غادي يبان كثار، حيت مني غادي نخلي الطول نتاع هذا والاخرين غادي يكون واحد ديغرادي ولا هكا شويه طويل، عندك غادي طويل ولا كيسميتو اللي غادي ندير غيكونوا مقطعين ديجا شويه نتاع الحروقه، يعني ديجا يكون نقش شويه ويكون معالج كثر وكيبان حيوي كثر. وكنتمنى ان هاد الكليسه هادي اليوم عاوتاني نصحتكم واستفدتوا منها بشي حاجه. سوغمو البنات ما تعكزوش على هاد الماسك اللي شاركت معاكم، ضروري البنات هذا ما كان، وما سخيتش بكم والله ما سخيت بكم. وان شاء الله غدا ولا غندير لكم قلاب جامون اللي طلبتوها لي بزاف، الحلوه المشهوره ديال الهنود، سهله مهله بحالها بحال الاخرى، خاصكم فريمون تجربوا اللادو
لا دول اللي ما دارتهاش ديرها. وما تنساوش البنات دوزوا الانستغرام ديريكتومون اون فوا تشوفوا معايا هاد لا فيديو، دوزوا الانستغرام ديروا لي سويفي تما، وان شاء الله راني عندي بزاف د الحاجات غادي نحطهم لكم تما. ما تنساوش على ود الجيفواي شروط المسابقه نحطهم لكم في صندوق الوصف، وميم طور راني قلت لكم في الاول ديال الفيديو. وصافي صافي صافي ما سخيتش بكم، والله ما سخيت بكم، تهلاو لي فراسكم بزاف بزاف. ما تنساوش ابوني في لاشين ولايك لا فيديو. موح عليكم، نشوفكم غدا ان شاء الله. سومو، باي باي.